كيف كان أداء النفط والذهب هذا الأسبوع، خاصة بعد أن أصدرت البنوك المركزية قراراتها بشأن السياسة النقدية؟ نبدأ مع أسعار الذهب. نلاحظ أن هذا الأسبوع شهدت أسعار الذهب مكاسب وصلت إلى حوالي 2%، وسعر أونصة الذهب تخطى 2000 دولار. نذكر أن الأسبوع الماضي الذهب شهد خسائر أسبوعية، وذلك مع صدور بيان نمو الوظائف الأمريكية، على الرغم من أنه أيضا الأونصة وصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق، وكان سعرها بحوالي 2100 دولار. إذا بالنسبة لهذا الأسبوع نلاحظ أن الذهب يستعيد عافيته المكاسب بحوالي 2%، مقابل طبعا انخفاض الدولار. نذكر أنه هذا الأسبوع الدولار شهد خسائر أسبوعية بحوالي 2%. انتقالا إلى أسعار النفط، نلاحظ أنه حققت أول مكاسب أسبوعية لها منذ أكتوبر من العام الحالي. شهدت أسعار النفط خسائر لسبعة أسابيع متتالية، ولكن اليوم توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن ارتفاع الطلب على النفط للعام المقبل ساهم بانتعاش أسعارها. نذكر بهذا الإطار أن الوكالة الدولية للطاقة توقعت نمو بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا بالنسبة للنمو على النفط، وهذا ساهم بانتعاش الأسعار. خام برنت تحديدا هذا الأسبوع شهد مكاسب أسبوعية تخطت 1.5%. صحيح أن سعر البرميل ما زال مدون مستويات 80 دولار، ولكن لاحظنا أنه كان هناك انتعاش في الأسعار. ويبقى السؤال، كيف سيتفاعل النفط والذهب هذا الأسبوع؟